السلام عليكم. الفلوج اللي بتشوفوه ده هيبقى الفلوج رقم 100 ان شاء الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا لا وش مش هيبتدي كده. وش حياتك عبارة عن قصة وانت موجود هنا عشان تحكيها. الخوف بينهي فصول كتير قوي من القصة دي. لما بتخاف بتتحكم فيك المشاعر. الخوف بيقتل احلام كتير. بذلت مجهود كبير جدا علشان أبدأ. في الحقيقة ما كنتش محظوظ. فيش حاجة اسمها حظ. كان في ناس كتير قوي واثقة ومتأكدة إني مش هكمل. شفت وعشت معايا حاجات كتير. مش هعمل سبسكرايب هموتك. أنت هتصور دلوقتي ولا إيه؟ بتصور إيه بقى؟ هو شنبك أصلا مش جاي. مش جاي بالكاميرا. القناة دي بقى القناة دي. لا ده يوتيوب. ما عندناش ثقافة اليوتيوب. ايوه فكرك عندنا تلفزيون احنا. وفي حاجات اكتر ما شفتهاش. لا بالنسبه بقى لدايره حياتي دلوقتي فانا بفكر اعمل ايه. كل ليله اسهر اقعد افكر انا عايش فيه مش الذين انعمت عليهم غير الموت عليهم ولا امين. بنعدي بلحظات فرح واكيد في صعوبات ومشاكل. بس كل ده بيهون لما بتقف بين ايديه لان هي دي اللحظات الفعليه اللي بتبني بيها حياتك الواقعية. كان معظم يومي في الشارع. قابلت ناس كتير وتعرفت على ناس كتير. ولما بتنزل الشارع بتعرف ان الحياة صعبة. يعني أزمة الغلا، أزمة العيشة، قلة الشغل. نفسي في ايه؟ نفسي في حاجات كتير قوي. قول اي حاجة. نفسي ارتاح. وانا كمان. بس ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي بيوفر لنا الفرص. مش حد تاني. ولما بتجيب اخرك بتكتشف ان ملكش حدود. وجهدك ملوش وحدة قياس. كل فكرة بتبقى في حيز الموت لحد ما بتبث فيها الروح بجهدك. كل واحد فينا ليه كتاب ومسؤول انه يكتبه. وطريقتك اللي بتكتب بيها هو اثرك في الدنيا. عيش النهاردة كأنه اخر يوم. وهات وسع نفسك.